نرجع تاني نقول دكتور أحمد ولا نقول الجوكر؟ الفنان الكبير عادل إمام هو اللي لقبك بالجوكر. يعني هو يعني طبعا فنان كبير قوي، ولما هو يوضعني عمليا موضع الجوكر ويقول عليا كده، فطبعا ده يعني شهادة وشرف ووسام. أكيد. أربع أدوار في رمضان مختلفين، إزاي اتنقلت بينهم؟ يعني هو سؤال طبعا انا بتسأله باستمرار، آه ازاي انا بتنقل من دور لدور. هو طبيعة الاكتور كده، ان لازم يعني يبقى عنده القدرة ان يتنقل من دور لدور، لان مش المفروض ان انا اعمل كل الشخصيات زي بعضها. يعني عالميا واكاديميا المسألة بتصنف، في ناس ممثلين قادرين على ان هم يفرضوا ذاتهم وطبيعة ادائهم على الادوار، وده مش غلط، لكنه بيبقى فيه ملحوظات أكاديمية عليها، إنما هو بيبقى فيه نجاح أيضا، ولذلك احنا بنسميهم يعني ممثل نمط فريد لا يمكن أن يتكرر، وبيبقى ربنا سبحانه وتعالى مديله قبول، موهبة أكيد. قبول في إن هو يقدر يعمل الكلام ده، بالرغم إن هو ثابت في تقديمه للأدوار. يعني على سبيل المثال زي عبد الفتاح الأسري، زي زينات صدقي، زي إسماعيل نسيل، زي عبد السلام النابلسي، كل الناس دي كلها بنقدر أكاديميا بنسميهم نمط فريد لا يمكن أن يتكرر. وفي ممثلين تانيين بنسميهم ستايل، اللي هو بيقدر ياخد الدور وبيديله طبيعة أداء معينة، هذه الطبيعة الأداء يختص بيها وهو عن غيره، ولو حد غيره حاول ان هو يقلدها ما يعرفش، وتقتنع بيه وتحبيه. مثال يعني عشان الناس بقرب الكلام ده، الفنان محمد سعد يعني هو اقرب المثال لده، زي الفنان كرم طبعا. انما هو المفروض ان يبقى الممثل يغير جلده تماما، وده اقرب امثله للممثلين المصريين، زي زكي رستم. يعني انت زكي رستم، فنان زكي رستم ده بالرغم ان له خصوصيه في الاداء، الا ان هو بيقدر يغير نفسه من باشا لباشا، من طبيعه باشا لطبيعه باشا تاني، ومن معلم كمان لمعلم. طبعا عاصرنا كلنا الفنان الله يرحمه احمد زكي برضو طبعاً. من هذا النوع. فهو المفروض ان على الممثل بقدر الامكان ان يشخص شخصيات مختلفه، وهو ده اللي احنا بيسعوا ليه. يعني اي ممثل على فكره بيسعى الى تحقيق المساله دي. الفنان الكبير الله يرحمه محمود عبد العزيز تميز ايضا في شخصيات كتيره جدا متباينه ومتغيره. طبعا ده بيحصل من الخبره ومن الدراسه ومن القدره الخاصه بتاعته. صح. يعني كل واحد عنده قدرات خاصه قادر على ان هو، والظروف ساعات الظروف بتحكم. يعني ساعات المنتجين او المخرج يفرض على الورق او على الحاجه ان هو لازم يتناولها بهذا الشكل، او هو اسهل لي ان يتناول بهذا الشكل،